بسم الله. من الحاجات الممتازة جدا في برنامج نفس وركس هو موضوع الحصر. طيب دلوقتي هبدأ أفتح ملف مشروع، أقول له من علامة الـ N ديت أنا عايز open دي مثلا architecture، فيبدأ يفتح لي الملف، وهاجي هنا أقول له أنا عايز quantification، فيظهر لي الشاشة اللي تحت ديت. اقول له هنا انا عايز بروجكت سيت اب، وابدا اختار ايه الحاجات اللي انا هشتغل عليها. الكتالوج نون دي بيبقى فاضيه، سي اس اي دي بتبقى مترتبه بس خانات صغيره تقريبا 16 خانه، ده برضه 48 خانه. يونيفورمات بيبقى فيها تفريعات كويسه، فانا اقول له نيكست، وبعد كده تختار بقى اذا كنت هشتغل بالامبريال ولا بالمتريك. غالبا في الدول العربيه بنشتغل بالمتريك، نيكست. العالم كله بيشتغل بالمتريك ما عدا امريكا. فينيش، بجاب لي العناصر بالشكل دوت. اقدر اقول له مثلا انا عايز اشوف مثلا الاكستيريور، تمام، عايز اضيف الحوائط اللي هنا، فهدخل هنا في الاركتكشر وابدا اشوف الحوائط. مثلا الحوائط ديت، ولكن دول ممكن تسحبهم وتحطهم هنا، او ممكن تعمل عليهم سيلكت وتيجي هنا موديل تيك اوف وتقول له تيك اوف، تمام، فيبقوا موجودين هم بالشكل دوت. تقدر تيجي من هنا وتقول له انا عايز اشوف الحاجات اللي اتعملها حصر بس، او عايز اخفي الحاجات اللي اتعملها حصر، فتبدا تختفي. هاجي هنا في الايتم كاتالوج، تبدا تديهم لون معين وشكل معين و رقم معين للورك بريك داون ستراكشر، وتقدر تحط الخامات او الريسورس اللي هتستخدم فيه العنصر دوت. هتقول له يوز ريسورس، هتقول له انا عايز عنصر جديد. تبدا بقى تشوف اذا كنت مثلا اللينس هتحسب على اللينس كله، ولا ممكن تديها معادله، يعني ممكن تقول له اضربها لي مثلا في 0.8، تمام. تقدر تقول له مثلا انا عايزك في الوحده تشتغل بالملي بالسنتي بالبوصه اي واحده كاس انت تحبها، تمام. تقول له يوز ان ايتم، هيبدا يحطها لي هنا، وهيبدا تظهر عندي هنا في الريسورسز، ويبدا يديني المعلومات الكامله هنا. تقدر تقول له مثلا على عنصر تاني، تعال نبدا نحط عنصر تاني، تمام. تعال نشوف ايه العناصر الموجوده هنا. مثلا اعتقد الأعمدة، ممكن تبدأ تشوف الأعمدة موجودة فين. هنا مثلا foundation، هل في هنا دور أو ويندو؟ اي عنصر من دول ممكن تعمل عليه سيلكت وتشوف الخصائص بتاعته وتعرف ايه العناصر ديت. خلينا مثلا نيجي هنا في الروف، اعمل سيلكت على الروف، تمام، واحطه هنا بقى ايه فين الروف. الروف اهوت، تمام، هو اللي حط لي الروف هنا. كوانتيفيكيشن تيك اوف روف بالشكل دوت. وممكن لو العناصر مش موجوده تقول له حطهم لي في كاتيجوري جديد، تمام، يعني تروح معلم مثلا على هنا وتروح معلم على العناصر ديت، بفرض ان العناصر دي مثلا ملهاش مكان، فتعلم عليهم وتقول له حطهم لي في نيو كاتيجوري ايتم، فيبدا يحطهم لك في عناصر لوحديهم. تقدر تيجي هنا تقول له مثلا الروف عايز، هديك اختيارين بقى، هتستخدم الحاجة موجودة قبل كده سيستنج الماتيريال اللي موجود، هيجيب لك قائمة بالحاجات اللي موجودة، أو واحد جديد فتبدأ تختار حاجة جديدة، أو حاجة موجودة فيجيب لي الحاجات الموجودة تقدر تختارها وتقول له يوز ان ايتم، هتظهر عندك هنا
وتظهر عندك برضو هنا في الريسورس كاتالوج الحاجة دي. ممكن بقى تسمي مثلا كونكريت، ممكن تسمي ساند، ممكن تسمي ووتر، أي خامات أنت هتستخدمها أو أي ريسورس هتستخدمها معاك في المشروع. وبعد كده لما تخلص خالص هتيجي هنا هتقول له صدر لي الحصر لجدول اكسل، هيصدره لك جدول اكسل كل الحصر اللي موجود في المشروع.